المعلمين والمنسقين بمدير عام وزارة التربية. تحضر معنا المنسقة الوطنية للمعلمين النواب وفاء دلنسي. مرحبا بك وفاء على حضورك في ديوان فم. أهلا بكم، مرحبا بكم، تحية ليك أختي، تحية ديوان فم، ودمتم صوتنا وصوت كل توانس وصوت كل مربي مظلوم ومقهور. شكرا لك، هذا واجبنا. ما الجديد في الجلسة اللي جمعتكم تقريبا البارح ولا قلت البارح في الوزارة؟ أنا فقط حبيت ندخل مع خاطر طلبنا حق الرد ومشكورة إذاعة الديوان بالحق، خاطر بعض الزملاء الله يهديهم معناها يدخلوا يمثلوا زملائنا، لكن هو مش ممثلين عنا ومش منسق عنا السيد اللي دخل أمس، لذا صارت حوشة كبيرة أمس في صفوف المعلمين النواب. على هذاك طلبت الديوان ومشكورة أنكم أعطيتونا الفرصة هذه باش نوضحوا. مرحبا بك. ندخل معاكم، راهو ما كانش حتى حاضر معنا، لذا خلينا نعطيك شنو اللي صار. هو تحرك صار حبيناه استباقي بعد ما ماراثون تحركي وفاء لحظه باش نحطوا النقاط على الحروف. انتوما تابعين المعلمين النواب اللي داخلين قاعده البيانات. شوف احنا راهو بالنسبه لينا احنا مثلا كي نتحركوا ديما نتحركوا تحت اسم واحد، نواب خارج الاتفاقيه. ديما النواب خارج الاتفاقيه، واضح. نشملوا زوز نقاط عمرنا. الو وفاء، الو وفاء، صوت قص. نرجع نحاول نتحصلوا على وفاء. تسمع فينا؟ معانا وفاء. الو تسمع فيا؟ انا توا نسمع فيك، ما بكريك لا، توا الصوت واضح. تفضل وفاء، تفضل. كيف وفاء بالله يبدل البلاصه اللي انت فيها على خاطر الريزو ابارامون ما هوش به، الصوت ماهوش قاعد يوصلنا. وفاء على الخط ما زالت ابارامون تسمع فيا، ما انا مانيش نسمع فيها. نحكيو على مشكله المعلمين النواب اللي عملوا وقفه احتجاجيه نهارين التالي، وكانت ليهم جلسه مع المدير العام في وزاره التربيه، واكيد فما جديد في الجلسه هذه. هذوما المعلمين اللي خارج الاتفاقيه هما موجودين في قاعدة البيانات، المعلمين هذوما اللي سدوا شغرات في عديد المدارس في كل ولايات الجمهورية وخاصة في الأرياف، لكن مازال ما شملتهمش التسوية اللي شملت عديد الدفعات في المعلمين. وفاء حاضرة معنا من جديد. حاضرة معك. تفضل وفاء. ايواش قلت لك، هو احنا ديما نتحركوا تحت اسم واحد، نواب خارج الاتفاقيه، ما نحبوش نقسموا، كلنا في نفس المظلمه مهما كانت. صحيح فما شكون مظلمته طويله طيلة 15 سنه هو تحت سياسه تشغيل الهش، وفما شكون اقل. على خاطر فما شكون معناها اللي شملتهم التسويه وفاء. شوف مازلنا احنا بالنسبه لنا تشمل توما شملتنا، مازلنا ننتظر انه يتهبط الدفعه اللي احنا نطالبوا بها، وهي تشمل المعلمين نواب دفعه سبتمبر 23. تحركنا اللي كان نهار 23 اوت هو تحرك حبيناه استباقي. علاش استباقي؟ باش ما يتعاودش ماراثون اللي صار عملناه في بدايه السنه الدراسيه، وكلنا نتذكروا قديش صغيراتنا بالحق قعدوا شهرين كاملين من غير قرايه في الماراثونات اللي تبعتوها، معناتها التحركات والاحتجاجات. احنا قلنا خلينا نمشيو نعطيو رساله انذار لوزاره التربيه ونقول لها راهو ان الاوان انه تفتحوا ملف تشغيل الهش، خاصه عملناه معناتها الجامعه العامه، كنا مستندين لها، كنا نقابيه وتبعناهم لاخر المطاف، انتظرنا انه يهبط الاتفاق، انتهت السنه الدراسيه وبقي الملف عالقا. اليوم فما خبر سكوب اليوم كيهبط، معناها صار شويه سمعناه وان شاء الله نستبشروا فيه خير، وفرحنا انه سمعنا انه نشاط الجامعه بتصريح سي محمد العبيدي عضو الجامعه العامه قال ستعود الى نشاطها في بدايه سبتمبر لتصفيه بعض شو اسمه الملفات العالقه، وملف نواب خارج الاتفاقيه من اهم الملفات العالقه. انا مش نحكي برشا على مظلمه نواب خارج الاتفاقيه، خاصه كنعاود نقول لك راهو بالحق من الظلم من المضحيات المبكيات انه نهار التحرك تصور انت زميله من نواب خارج اتفاقيه وبنتها معلمه من خريجي علوم التربيه جات تسند في امها، معناها البنت تخدم والام ما زالت تحت سياسه التشغيل الهش. هذه نقول جريمه كبيره في القطاع بالحق، هنا نوجه نداء كبير للجامعه العامه، يلزم اليوم القطع نهائي مع سياسه تشغيل الهش، جريمه بالحق في حق المربي، جريمه الدوله انا نسميها. اليوم لو كان ما يوقعش انصاف الفئه المهمشه هذه ورفع المظلمه هذه عن نواب خارج اتفاقيه بالحق نقولوا الى اين، معناتها هنا ضرب كبير للمؤسسه العموميه. واضح. ما شنو اللي صار في الجلسه اللي جمعتكم؟ في جلسه بالنسبه لمدير الموارد البشريه اللي صار انه قال لنا
حرفيا كيما 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 سمعنا عم ناول معناها انه ثم اتفاق سيبرم، لكن الاتفاق هذا قاعد عالق بحكم انه تاجل في برشا مرات والجامعه عندها وقفه نشاطها في مؤخرا، معناها هذا هو اللي صاير. قلنا له احنا شكون هما الفئه اللي باش تشملهم التسويه، خاطر احنا ديما نخافوا اللي تشمل فئه وتبقى مظلمه. معناها قال لنا احنا عندنا 3000 معلم نايب منهم التشميع او ما سمي 28 مسميه حتى عندهم 28 28، لكن احنا لازم تاعنا اكثر 5537 معناتها مع زملائنا اللي هما خارج قاعده البيانات. ويقول المنطق هذا لو كان متحلش تحيين اليوم وقتاش باش يقع تصويت الوضعيه؟ معناتها هنا السؤال اللي يقول لو كان فما تسويه معناها شكون باش تشمل ما دام تقول البنتويت الاخرين باش يصير فيهم؟ حكاو لنا على عقود جديده وعلى تسويه العقود انها باش تكون اعلى من العقود الماضيه اللي هي 750 دينار، اليوم يحكي على عقود 1100، لكن كلها سياسه تشغيل هش. ونعرفوا العقود قد ما وعدونا وقالوا فما اجل شهري عمره ما كان اجل شهري، عندنا متخلدات من 2020 ما تحصلناش عليها، دفتر العلاج عمرنا ما تحصلنا عليه، معناها هذه كل نقعدوا تحت نفس السقف، سقف التشغيل الهش. اليوم احنا بعد حديث المطول معناتها مع تعرفوا انت مدير الموارد البشريه ولا اي مسؤول ما يجمش يعطيك المعلومات الكل بطبق من ذهب، قعدنا نساله فيه وندوره من كل الامكنه الى انه وصل قال لنا بطريقه اخرى هناك برنامج للتسويه قاعدين نقوموا فيه. ديجا اليوم ثم جلسه بين وزاره التربيه والماليه علينا في الخطوط الاخيره معناتها اتفاق الثانوي سنحاول انه يطبق على الابتداء وناخذوا دفعه هذا حكي معناتها وتكون فما دفعه برنامج التسويه هذا وقتاش باش يهبط وكيفاش. اعطانا اجال قال من 4 الى 8 سبتمبر باش تهبط وزاره التربيه بيان واضح وصريح باش تكون باش تشملهم التسويه وقديش العدد وكيفاش الدفعه الاولى ولا الدفعتين ولا اللي هو معناها تفاصيل باش تقراوها في بيان من طرف وزاره التربيه تقريبا اخر اجل نهار 8 سبتمبر. 8 سبتمبر احنا هنا من المنبر هذا قلنا له معناتها قلنا له باش نعاود نقولوها من المنبر الاعلامي نريد سنه دراسيه بالحق بدايتها تكون ناجحه لصغيراتنا. اهم شيء راهو موش هو حق المربي وحق التلميذ، خاطر من حق التلميذ اللي يقرا عندي ان نقري في المعلمين الاخرين كيما انا كيما زملائي. ثانيا رانا عندنا زملاء راهو بالحق نقول لك زملاء معناتها وصلوا قريب يوصلوا ل 50 سنه 47 سنه معناتها حاجه مهزله، معناها كيفاش يقعد مربي 15 سنه وضعيته ما تسويتش برشا ملفات نتاع اخطاء وفساد وغيرها يلزمها اليوم تترفع وترفع المظلمه هذه خلي قطاعنا يخطو معناتها خطوات السلام ونشوف تغيراتنا ان شاء الله لبر السلام ومع انجاح سنه دراسيه. اليوم نقولوا لو كان ما كانش البيان واضح وصريح وفيه تسويه حتى كان ثم عقود تكون واضحه العقود هذه ثم اجر شهري راهو نهار 8 سبتمبر سنكون جميعا معناتها مجندين امام وزاره التربيه. نحب ناخذوا وضوح من وزارتنا خاصه انه الوزير في كل مره يخرج وعدنا بالتسويه من السنه الماضيه ونقول له وين وعدك للنواب؟ بالحق وعدنا قلت انك تسمع الى دقات قلوبنا، اليوم احنا دقات قلوبنا بالحق على الاخر معناها معناتها بالحق ثم مظالم كان شكون يجي ويجسد صوره قدام وزاره التربيه نهار التحرك حاجه ماساويه انه مربي يوصل للوضعيه هذيك. وديجا فما الاعلام اللي كانوا مواكب ولاحظ قال يا اخي علاش كلكم من ساوى علاش وضعيتكم هكا؟ قلنا لهم للاسف رجال سلمت ولا تخدم اللي في المرمى في المرمى معناتها الزملاء اللي يخدم في البحر في البحر معناتها بالحق من غير انه اكيد اكيد يقعد هو عنده عائله في جرته ويقعد سنوات تحت التشغيل الهش باش يشوف خدمه اخرى. هذا هو نرجو من وزاره التربيه انها تنظر لنا وترزع ما قدمناه وما نجحناه من سنوات دراسيه، خاطر انا كي نحكي عن النواب عنده متفقدين يتبعوا في النواب دوريين ويعرفوا دور النواب في انجاح السنوات الدراسيه وما احناش من اليوم معناتها ناخذوا احنا في الميدان وفي الساحات وفي المدارس متواجدين ومتجندين لينا من اجل في كامل ربوع الجمهوريه وخاصه موجودين في الارياف. واليوم نعرفوا اللي فما برشا مدارس فيها شغورات وفيها معلمين مش موجودين في العربيه في الانجليزيه في الفرنسيه في الرياضيه في كل الاختصاصات. وفاء ان شاء الله الموضوع هذا يتحل معناها ويزيخ ذا اكثر من وقته الموضوع المعلمين النواب ان شاء الله توصلوا الحل. وشكرا لك انت على هذه